قضيه يوسف بالليلي تكلمنا عنها طوال الموسم. هل طرح سؤال مباشر، هل تشوف انه يوسف بالليلي خرج من الباب الضيق في فريق مدير الجزائر؟ قبل ما يخرج بلا يوسف بلايلي من باب الضيق، كيفاش دخل المولودية؟ أولا بلايلي لما كان راح يلتحق مولود الجزائر، ولا واحد أتوقع بأنه راح يكمل الموسم، لأن بلايلي معروف بأنه لاعب مشارك، والأندية اللي لعب فيها كل هذا فيها مشاكل، وكنا هضرنا هذاك الوقت وقلنا بأنه الله يستر وإن شاء الله يكمل الموسم. روحوا لبيت القصيد، ماذا حدث لبلايلي حتى خرج من مولود الجزائر في الوقت اللي مازال العقد نتاعو فيه سنه، وخسر ود الانصار ايضا، خسر كل شيء. الاشكال انه فتحوا له، انا كي يقول رضا يقول بلي ربما الاداره عليهم ضغط، انا ما شاطروش اداره كاداره، راكم مسؤولين على فريق اسمه مولوديه الجزائر، احببنا ام كرهنا، مولوديه اخي كبيره على بلايلي وكبيره على مسؤوليه وكبيره على الجميع، ولكن خلوه يدير واش يحب. بلايلي ولا كل ما يدير حاجه ماهيش مليحه وما يلقاش اللي يحبسه ويوقفوا عند حده يزيد كثر نعطوا عليه ايضا. شوف بلايلي الحقيقه كاع واش دار مع الحكام. هل شفت مثلا مره الاداره عيطت له وعاقبوه مثلا ولا خصموا له مبلغ مالي ولا ما داروا له حتى شيء؟ بالعكس داروا له عيطوا له ماليا، داروا مع كل الاشياء. اسمح لي وصلت الى درجه انه عيطوا له ناس كبار اللي يقول لك باش نسموا دوكم. شوف اي هزيمه وسيم، انا قبل نهائي كاس الجزائر كنت هضرت مع الشيخ اسبوع قبل النهائي وقلت له بان شباب الوزداد راح يفوزوا على مولود الجزائر، لان على بالي واش كان كاين صار للداخل. الرجل الحق وين يقول للمدرب خويا يلعب بالنهائي؟ من انت حتى تفرض على المدرب باش تلعب خوك؟ راك هدرتو انتوما على وليدو، راك ما درتو على الوالد نتاعو. يا اخي هذه المولوديه اختطفتوها ولات عائله تاع بلايلي ولا كيفاش؟ انا شفت حجر جاب رئيس فريق موسم كامل شفتو تهدر واحد زوج مرات ثلاث مرات هذاك شفتو، ولكن والد بلايلي كل مره يهدر على الجانب الفني والتقني وعلى التشكيله وعلى جوده العشب وعلى يهدر على كل شيء الوالد نتاعو. وليدو تيقعد في مقاعد البدلاء، هذه وين صرات هذيا؟ خوه كان يلعب في امل الاربعاء. المولودية عفست على القانون باش جابوا خو بلايلي. تعرف بلي اللاعب شاب فئات مرة ديفونزل في الميركاتو الشتوي ما عندوش الحق القانوني يمنعو باش يبدل الطريق. هو كيلعب في امل الاربعاء والمولودية قدمت ملف وطالب للاتحادية باش للرابطة باش يعطوه لهم يجيبوه من امل الاربعاء. انا اليوم نقول لك معلومة، انا النهار اللي سمعت بلي بلايلي رايحين المولودية حابين يجيبوه خويا حابين يجيبوه، شخصيا رفت الهاتف واتصلت برئيس الاتحاد وليد صادي، قلت له يا وليد، قلت له واش راكم ديروا؟ قلت له هذه الامور انت هنا ماكش هنا في المنصب باش ترضي الجميع، انت راك هنا باش تطبق القانون. اكيد انت ملزم بتطبيق القانون. قلت له القانون يمنع باش لاعب في الرديف الشتوي يغير الفريق. لقيت باللي وليد صادي كانوا مغلطينه باللي قالوا له باللي يقدر يغير الفريق وجابوه للمولوديه. بعد ذلك اللاعب هذا في الاربعاء يقول لك ما عندوش مستوى تاع المولوديه، كيفاش قبلتوا تجيبوه للمولوديه؟ وبعد ذلك فرضوا لعب زوج مقابلات على ما تقدم على الاكابر في البطوله. نعم، ومن بعد في نهائي كاس الجزائر صرا ما صرا على جال خوه، حب خوه يلعب النهائي. ليله المباراه هذه ما دارها لا كريستيانو في الريال ولا دارها ميسي في البارسا ولا دارها اي واحد. من انت حتى تفرض هذا الشيء كاع على المولوديه؟ الرجل ما يدير واش يحب، راكم شفتوا مع الحكام يدير واش يحب. يا اخي المولوديه انا واش نعرف مولوديه الجزائر وتبعت مولوديه الجزائر هذه ازيد من 40 سنه، انا عمري ما شفت لاعب دار في المولوديه واش دار بلايلي هذا الموسم. واش تكون انت المولودية بلا بلايلي تدي الألقاب وتدير المقابلات في القمة وتدير. يوسف بلايلي عقلية كارثة. أنا نعطيكم معلومة اليوم، قبل ما يمشوا لكأس أفريقيا للأمم الأخيرة في الكوت ديفوار، طيب قبل في كأس أفريقيا، كأس أفريقيا للأمم، طيب ما كانش حاب يروح مع المنتخب الوطني. الحق وين الناخب الوطني؟ أنا ذاك يكلموا في الهاتف، قالوا حبيت نسالك، قالوا راك في المولوديه راني نشوف المقابله تاعك، قالوا راك كي تطلع ما تعاودش تولي ما تعاودش تولي كي تروح لكم الكره ما تعاودش تولي تعاون الدفاع. قالوا واش دخلك؟
قالوا انت واش دخلك؟ قالوا عندي مدرب في المولوديه. هو الناخب الوطني؟ نعم الناخب الوطني، وكان يستفز فيه باش ما يديهش الكاس افريقيا للامم. قالوا انت واش دخلك؟ قالوا انا عندي مدرب في المولوديه، هو يقول لي ولي دافع ولا ما توليش دافع. قالوا انت واش دخلك؟ كان يستفز في الناخب الوطني باش ما يروحش لكاس افريقيا للامم. الكلام انا نقول لك حقائق راني نقول لك، لو كنا نزيد نقول لك واش صرا في الطوق وفي السطاج، كان امور كثيره. انا علاش قبل كاس افريقيا للامم كنت نقول لكم بلي هذه المره ما نديروا والو، كانت امور تحدث امور كارثه. اليوم انا نعرف مولودية الجزائر هذا تاريخ، هذا فريق كبير كبير بزاف، فريق كبير بزاف. اليوم ما يجيش واحد كيما لاعب هذا يفرض عليكم كاع هذا الشيء. هذا الحبشو لو كان خلاوه يزيد العام الجاي معاهم، انا نقول لك ربما بين الشوطين يقول لهم انا نروح نستخاوى في باب الود ونعاود نولي، انا ما نقدرش نقعد في الفيستيار. ايه الحفل حتى لهذه الدرجه؟ اسمح لي كرة القدم قبل ما تكون فنية، لأن أنا دائما نهضر نقولوا من الناحية الفنية ما نقولوا عليها ما نقولوا. اسمح لي الناحية الفنية خلوها بجي، كرة القدم يلزم تربية يلزم أخلاق يلزم انضباط يلزم هذه الأمور. أنا نتذكر مرة كانوا شبيبة القبائل في 2006 لما جابوا فوزي شوشي، جابوه من برج مناي، كاش اللي كان يعرف فوزي شوشي؟ أنا مشيت معاهم تربص كنا في سويسرا، النهار اللي جينا شفتوا خارق العادة، قلت لهم هذا الحارس ينحي قواوي من شبيبة القبائل ويزيد ينحي من المنتخب الوطني. ثبتوا شنو نقول لكم؟ كاين مدربين قالوا لي دابا هبول من برج مناي ينحي، قلت لهم ينحي. بعد مدة تألق في الشبيبة ونحى قواوي. جات فرصه تلاقيت مع رابح سعدان، قلت له يا شيخ كاين حارس مرمى جاب لي ربي راك ما شفتوش وما انتبهتلوش، قلت له خارق العاده. قال لي شكون؟ قلت له فوزي شوشي. قال لي حسين كرة القدم ما راهيش غير تألق في ارضية الميدان، كرة القدم فيها حوايج بزاف باش تكون لاعب، بينها اخلاق وبينها فيها صوالح بزاف. بس سكتني. اليوم كرة القدم فريق كيما مولودية الجزائر العام الجاي قادر يلعبوا بلا بلايين، قادرين يدوا لكم تفريق. وين راه المشكل؟ كاين انديه، كاين البارسا راح لهم ميسي، واش البارسا حبست؟ الريال راح لهم كريستيانو، واش الريال حبسه؟ طيب انا نقول لك يعني الاداره غلطت وما دارتوش عند حدو، وهو صار هذاك يعني كل شيء مفتوح، دار واش يحب. واليوم الحق وقت وين يلزم يفهموا الحقيقه. وانا نقول لك حاجه على بالك باللي اليوم المولوديه كان حاجه مليحه اللي داروها لما راهم مدوه للترجي، وين كان فيها اشكال حاجه ساعه مازال ما مضاش هو يعني زوج فرق مضى هو لحد الساعه مازال ما مضاش. الحاجه المليحه اللي دارتها الاداره تاع المولوديه انهم بالمبلغ اللي باعوا كي داروا حسابات لقوا بان بلايلي الموسم الماضي استقام لهم حوالي 300 مليون للشهر، هذا واش استقام لهم. طيب قبل ما نجي لك يونس فتيسن نتحدث على قضيه فيتكوفيتش اللي فترها الان حسين جنات تعبس قضيه في يوسف بلايلي، لكن انا شفت حاجه حبيت نتوقف عليها في ستوري تاعو حتى هو متوقف فيتكوفيتش. انا نقول لك كاس فريق الامم الاخيره الاخيره. طيب باش نوضح الامر معايا يونس فتيسن، واش رايك في 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 الستوري اللي يقوم فيهم يديرهم يوسف بلايلي بعد خلاص راح من الوديه شغل هو يستفز الانصار؟ واش بلا يستفز الانصار واش ولا هو واحد يستعطف الانصار؟ ايه لا كاين فرق بين يستفز ويستعطف. هو حاب يستعطف الانصار لانه لازم تسمعوا لي قبل ما تحكموا شرعا، لازم تسمعوا لي. لازم تسمعوا لي في اونجي، تسمعوا لي في ازاكسيو، تسمعوا لي في قطر، تسمعوا لي في السعوديه. دونك سمع سيدي سيدي اسمع هذا السيد هذا ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه ماشي خمسه ماشي سته ماشي سبعه. قال انه شرع يسمع لزوج قاعد يسمع لزوج قدام. اسمع اسمع وسائل الاعلام راهي مفتوحه، هذوك ماشي مسلسل كاساندرا ارواح. قال عندك حاجه للاعلام نقولها للاعلام. اليوم انا بالنسبه لي تعامل الاداره تاع المولوديه مع قضيه بلايلي اعتقد انه هذاك هو ما يجب ان يكون. اليوم غلطت السوجي كما قلت استخصت من الاخطاء اللي دفعت. بيش اسمع اسمع كما قال حسين ارتكبت اخطاء بيرس ريال مدريد جعل يحسب لك ابوك سي سنوات ولا سي فوجري تجعل دي فوا الضربه هذه تكون الدرس حتى نوصل بيرس الى هذا المستوى من التسيير الاحترافي. نفس الشيء بالنسبه لحجرتهم راه يتعلم الاخطاء تاعو يتعلم الاداره هذه. الحمد لله انه في عامين تمكنت انها تدي لقب البطوله، راهي متحكمه في المجموعه. كان عندها لاعب حاولت باخطائها وبما قدمته من ايجابيات انها كما نقولوا حنا تباليزي هذا بدري، لكن غالبا يقول لك انجيرا ماشي هي برك. فهمت الانديه كاع اللي لعب فيها بالليلي انجيرا هو عنده عقليه سبيسيال.
تفضل حسين باش عندي لا نعم اسمح لي تفضل تفضل على بالك يعني الحقوبين هذا تاع اللي مشاو مجموعه من الانصار مشاو للرئيس نادي الرئيس نادي الدار وزوج تاع اللي يعني مشاو باش داروا له مشاكل وحسب معلوماتي ان هناك كاين كاميرات مراقبه اللي سجلت تحكم الاشخاص وفي تحقيق ويقال الله اعلم يعني ما دام راهو التحقيق مستمر خليه يحقق حتى بانه متهم يعني هو متهم بانه كان وراء ذهاب هذا الاشخاص لل البيت ايش حضرتك الله اعلم اليوم لحد الساعات تحقيق راه مستمر طيب دخل التحقيق ياخذ مجراه حسين الافتتال لما حسين جنات عطى الوطني يون بوم كما يقولوا قال لك انه اللاعب هذا لما اتصل به الناخب الوطني قال له انت واش دخلك انا ما بقاش كره القدم ما بقاش نقول لك الكوتي ديسيبلينير اللي نجم يسير البلايلي هو المدرب انا ليا كتقلي حجر جيمي جي اون دوزيام بوزيسيون لو ماناجير جي اون تروازيام بوزيسيون اون بريمي بوزيسيون سي لو جوار اي لونترينور لو كان جا عنده شخصيه المدرب عنده شخصيه ما يخليش انا نتكلم على بومال وعلى الناخب الوطني سابقا انا نتكلم على الناخب بومال في المولوديه اللي بدا وراه الدور تاع المدرب صحيح وراه الدور تاع المدرب تقول له مدرب هذا اعترافي عنده لا ديسيبلين عنده لا تكتيك عنده بلايلي داير واش يحب في المولوديه ني سور لو بلون جو دونك ولا حبيتو ندخلو سور لو بلون جو ندخلو كيفاش بلايلي يلعب في المولوديه يا طار هذاك هو اللعب اللي حنا نتمناو بلايلي اللعب اللي يلعبوا في المولوديه يلعبونا في المنتخب الوطني يا شفتي سان